أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخبير الأردني في قطاع الأحراف والصناعات التقليدية رائد البدري. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها في جولة في رحاب الشعر. إلى أيما كوكب تذهب وفي أيما لغة تكتب ومن أيما منبع سائغ تغسل كفيك أو تشرب، ستبقى طريد جنون الرؤى وفي رحلة المنتهى تغلب. تمنيت والنار طي المنى بأبشع ما تعتري تلهب، وسافرت تحمل أوزار من بحب فراتيهم عذبوا. تغادر أرضا بكت نخلها، يزف إلى البين من تنجب، ستحمل أشجان قلب ذوى على عود أحبابه يصلب. يصر على حب من أحجم، عذاباته فيهم تعذب، تهاوت على رأس آماله صروح خرافية تنصب، ولاح لعينيه ما هاله مدى كان عن رؤية يحجب. شكى نايه حرقة مرة على وتر لين يضرب، لقلبك يا عاشقا لم ينم يلوذ بلهفته الكوكب. ونبضك لما يزل عزفه لكل سهار الهوى يطلب. أقم للمسالك ميزانها وأغدق لظلك ما يرغب، وأعطي المسائل أشراطها وخذ من رياحك ما تركب. ستبلغ مما أردت الذرى ويرتاح من حملك المنكب. سترقى إلى برجك المشتهى، فضاؤك في جريك الأرحب. يفيء لك النجم مستشرقا وضوءك في البوح يستكتب، وتمشي المجرة أنا مشيت ونجم السماوات يستقرب، وتلك التي أزملت للرحيل تعود ويحلو لها الملعب. تقول لقد مض في الجليد وفيك ملاذيا والمهرب، ببعدك عني جمود الحياة وناب الفراغات بي ينشب. فكلي كبغداد يا بدرها، وأعرف أنك لا تغرب، وأعرف ما فيك من لهفة، وأنك كالنهر لا تنضب. رأيتك تختال في يقظتي بحلم كبير هو الأعذب، تمد يديك إلى رغبتي تعيد إلي ندى يسلب. تعيد طفولتنا عذبة، نحلق للشمس إذ نشغب. أضعت انتسابي وأنسيته، فإني لقصتنا أنسب. يقولون هذه فتاة الذي كما يجلب الغيم يستجلب. بعد هذه الجولة في رحاب الشعر أدعوكم إلى متابعة فقرة هذا كتابي. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ورفاه. أنا الروائي والإعلامي الفلسطيني الأردني محمد جميل خضر.
صدرت لي ثلاث روايات، الأولى يافا بوينس أيرس يافا، والثانية نهاوند، والثالثة مايسترو. نهاوند تحديدا وهي موضوعنا هذا اليوم، هي صدرت عن دار نشر مصرية بريطانية اسمها أبييدي، اسم يعني فانتازي. سألناهم ماذا تعني أبييدي، قالوا لا معنى لها. والرواية اسمها نهاوند، باختصار ويعني بتكثيف يعني مدروس، نهاوند رواية أو حكاية تسعة أشخاص، خمس نساء وأربع شباب، خمس صبايا وأربعة شباب عرب، تواصلوا وتعارفوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي منها مثلا الفيسبوك، الانستغرام إلى آخره. ومن خلال هذا التعارف تبين لهم أن بينهم قاسما مشتركا، وهذا القاسم هو الموسيقى، شغفهم بالموسيقى، حبهم للموسيقى، تخصص بعضهم بالموسيقى، مثل أن يكون عازف أو يكون مغني بفرقة أو يكون ملحن أو يكون كاتب كلمات، كما هو حال العراقي ابن البصرة محسن مثلا، أحد شخصيات الرواية، وهو أكبر الأعضاء الأصدقاء عمرا. وبعدما تشكلت الفرقة التي يعني أتحدث عنها لاحقا، كان هو رئيس الفرقة. فبالتالي هؤلاء الشباب، هؤلاء الصبية، هؤلاء الفتيان، هؤلاء الشباب، هؤلاء الرجال، هؤلاء النساء، مع التواصل المتواصل بينهم قرروا أن يؤسسوا فرقة موسيقية. وهذه الفرقة لكي يؤسسوها قرروا أن يلتقوا، ليس افتراضية بل أن يلتقوا، يعني يلتقوا في مكان ما بأجسادهم وبشخصياتهم وبكاملهم. فتقرر أن يكون اللقاء في صقلية، الجزيرة الإيطالية التي لها تاريخ عربي أيضا، وتاريخ من علاقة بيننا وبينها، وتاريخ ممتد إلى أكثر من قرن ونصف القرن، والعرب هم الذين يعني يحكمون صقلية ويقيمون في صقلية ويتواصلون مع أهل صقلية ويحبون أهل صقلية، وأهل صقلية يحبونهم حقيقة قبل أن يأتي النورمان. فذهبوا إلى صقلية وأسسوا فرقة، وأسموا هذه الفرقة فرقة نهاوند. هذه الرواية بالاختصار المكثف. أما لكل شخصية من هذه الشخصيات، المصري عادل والفلسطيني هاني واللبنانية كاميليا وإلى آخره، في داخل الرواية في مساقات حياتية، كيف يعني ما مآلات حياتهم وكيف وصلوا إلى هنا وكيف تكونت أمورهم، ومن الذين، وخاصة أن معظمهم يعيشون في الشتات، يعيشون في المهجر العربي القصري الذي يعني فرض على الشباب العرب وعلى المجتمعات العربية وعلى الشعوب العربية قصرا. فمنهم من يقيم بالنمسا، ومنهم من يقيم بإيطاليا، ومنهم من يقيم بألمانيا، ومنهم من يقيم بإسبانيا، ومنهم من يقيم بالسويد، ومنهم من يقيم بفرنسا، ومنهم من يقيم في كندا وإلى آخره وإلى آخره. المهم أنهم بمعظمهم، وأيضا حتى هولندا اللي هي أيضا محسن يقيم في هولندا، محسن العراقي. فبالتالي هذه القصة، هذه الرواية يعني بملخصها الصلب، يعني ملخصها العميق. وخلال هذا يعني حتى تشكيل من فرقة أو خلال تشكيل من فرقة، تمر الرواية على كل واحد منهم وتفرد له فصلا. والآن تابعوا معنا هذا التغيير الثقافي. قلنا إحنا ببدأ بإنتاجي أو تكميلي، يعني من يد إلى يد، شغل يدوي بحت، هاند ميد، من الألف إلى الياء، من مرحلة الدولاب إلى مرحلة الزخرفة والألوان وحرقها بالأفران.
طبعا تبدا بمراحل عده، بدي اعملها باختصار، اللي هي بالبدايه بيكون مرحله تشكيل الدولاب، ومن ثم الى الزخرفه او النقش او الحفر او الرسم عليها، طبعا بمساعده الصبايا، طبعا ايد واحده يعني ما بتكفي لانه بمر بمراحل كثيره. شغل كثير حلو ومتنوع وبيفي بجميع الاغراض بالمناسبات كافه، سواء بالاعياد سواء بالاعراس والخطبه والميلاد يعني، والاستخدام للطعام والشراب وطبعا الديكور في المنزل، شغل متنوع يعني قد ما تقدر يعني، متنوع الى حد كبير وجماليه يعني. بنصح كل الناس انها تتعلم وتتدرب، وكونه انه مهنه بتساعد الصبايا انه تكون في دخل الها في الحياه وبساعد الها ولاهلها. تقنيات الإنتاج هي إما عن طريق القوالب، إما عن طريق الدولاب، إما عن طريق الكبس على القوالب الجاهزة. فنبدأ في مرحلة القوالب، هي عمل التصميم. التصميم بيؤدي إلى إخراج شكل معين، فالشكل المعين هذا بنعمل عليه قالب ومنصب في داخله اللي هو الصلصال السائل. هذه نوع من أنواع التقنية. نوعية ثانية اللي هو الدولاب. الدولاب عبارة عن سيمي ميكانيكال، فهو بيتشكل الشكل المطلوب عن طريق اليد، وبيخرج الشكل المناسب اللي بدنا إياه حسب المطلوب. هلأ الآن في تقنية أخرى اللي هي تقنية الكبس. الكبس عبارة عن قالب بيكون مشكل بشكل معين، وبنكبس عليه بحيث انه بيخرج عندنا الشكل المناسب له. طبعا انا بشتغل في مجال التصميم، اول شيء من عدة تصميم، اول شيء كرسم، وبعدين مننفذ اللي هو النحت، نحت الشكل المطلوب. دخلت هذا المجال لأنه أنا كتير بحب الرسم، بهوى الأشياء هاي، فحبيت إنه يكون مجالي العملي بالإشي اللي أنا بحبه، عشان بالنهاية إنه الواحد يطلع رزقه من إشي هو متعود يشتغله أو يكون مبسوط إنه، مش إشي ممل في الحياة. أنا مجالي هون الرسم، حفر بالطين. طبعاً في كتير شغلات تعلمتها هون حالياً أنا بسويها، زي تلوين، نعمل فسافساء، تقريبا أغلب المجالات الرسم والفن بسويها هون. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الخبير الأردني في قطاع الحرف والصناعات التقليدية رائد البدري، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك سيد رائد، ضيفا على فضاءات وعلى قناة الرافدين. شكرا لكم واستضافتكم الطيبة، أنا أسعدني حضور إن شاء الله. حياك الله ونحن أسعد. نحن أسعد. تسلم. حياك الله. حضرتك الآن ترأس جمعية صناع الحرف التقليدية، بدي أن نطلع ما هي المهن والحرف التي تنطوي تحت هذا العنوان. يعني جمعية صناع الحرف التقليدية جمعية وطنية، نعم، تعنى بالحرف والصناعات التقليدية الأصيلة اللي عاشت في هاي المنطقة واستمرت يعني، نعم، من آلاف السنين. يعني بيحكوا عن العائلات الحرفية، تقريبا هي 18 عائلة حرفية وتفرعاتها حسب المنتج الخامة المستخدمة، إن كانت أطيان الصلصال ينتج منها الخزف والفخاريات، والأخشاب بما فيها خشب الزيتون اللي ينحت منها المشغولات الخشبية لاستخدام المنزل وغيره، ومنها المنتجات الحجرية اللي يصنع منها الفسيفساء الحجري وبعض المجسمات والنحتيات، وعمان اشتهرت بالحجر وبناء الحجر، نعم، كما اشتهر في السابق الأبنية الحجرية للمدن اللي يعني تواجدت فترة الإغريق والرومان والبيزنطيين البيزنطيين
الأمويين. فإحنا بنحكي حرف واستمرت بخامات طبيعية متوفرة في المنطقة، وبحمد الله جزء منها عدنا تطوير وإحياء وإنتاج المنتج لا يصلح يكون جاهز استخدامات محلية، وجزء منه لسوفينير أو هدايا للزوار الأجانب والسياح اللي بيزوروا الأردن. نعم جميل. حضرتك مؤسس ومدير عام مشاغل أرابيسك للخزف والفسيفساء، وسبقا اشتغلت في السياحة عدة سنوات دليلا سياحيا. إلى أي مدى يعني ساهمت خبرتك السياحية في انضاج فكرة تأسيس هذه المشاغل؟ بداية يعني أنا عشقي من طفولتي العمل بالسياحة. نعم. وفي ذات الوقت الفنون والحرف والمنتج التراثي الوطني وهويتنا اللي بنعتز وبنفتخر فيها. أنا خريج تخطيط سياحي من بلغراد يوغوسلافيا، وأتيت للأردن اشتغلت كدليل سياحي لفترة قصيرة عشان أشوف الجو العام. يعني حقيقة أنا سعدت إنه الأجانب بيحترموا هذه المنطقة. نعم. وبشغف بيجوا يزوروها ويتسوقوا بعض المنتجات اللي بتعكس هوية وتراث هاي المنطقة. فللأسف وأنا دليل أزور الأماكن السياحية بما فيها المتاجر السياحية، ويفاجئوني الزوار السياح الجروب اللي معاي إنه وين المنتج الأردني. وهذه كانت يعني صدمة لي. نعم. إنه حقيقي كانت بعض المنتجات الأردنية مفقودة. وعلى الأرفف الأعداد الكبيرة من المنتجات الغير أردنية والغير عربية، يعني في أصلا هي يا إما من شرق آسيا بشكل عام، يا من بعض الدول اللي لا تمت للعرب ولا لا تراثنا ولا لهويتنا. فكان قراري إني أبدأ بالخزف كفن وحرفة وكاستثمار في مجال يعني. والحمد لله يعني استطعت خلال يعني بدأت في سنة 1992، يعني أكملنا 31 سنة في الخزف. الآن عندي يعني ما قبل الكورونا شوي تضررنا، ما قبل الكورونا كان عندي 34 شاب وفتاة. نعم. يعملوا في إنتاج الخزف اليدوي وبإبداعات متنوعة لاحتياجات السوق ولا خارج لا سوفينير سياحي وغيرها. الآن عندي 24 شاب وفتاة يعملوا، عندنا الخططين والرسامين وكذا. والخزف يعني واحدة من أقدم الحرف وواحد من أهم الفنون، وهو أم الحرف، يعني زي ما بيقولوا المسرح أم الفنون أو أبو الفنون. بالنهاية هو يدخل عليه الخط والرسم والزخرف والنقش والحفر والديكور، يعني كل العناصر الفنية بتدخل في القطعة الخزفية، إن كان غايتها أعمال الديكور الداخلي أو الخارجي للأبنية أو تحف الهدايا والأدوات اللي ممكن نستخدمها. جميل. إذن عملكم يعني مرتبط بالسياحة إلى أي مدى؟ جانب منه مهم بالسياحة. نعم. أكيد. إلى أي مدى يعني تساهم حالة الازدهار السياحي في يعني الازدهار منتوجاتكم، والعكس أيضا إلى أي مدى يعني أنتم تساهمون في استقطاب السياح وتقديم ما يستر اهتمامهم وما يثير شغفهم بقضايا التاريخ والتراث؟ نعم، احنا اكيد عملنا على موضوع الاويرنس والتوعية. التوعية عند الشباب والفتيات انه يشتغلوا بهالقطاع من خلال الجمعية ونشاطها وبرامجها، والتوعية للمتسوقين انه يتسوق المنتج الحرفي التقليدي الاردني لوكالي محليا في الاردن، وكذلك الاجانب لما يزوروا الاماكن يزوروا مادبة. نعم. أكيد بدهم يشوفوا لوحات الفسيفساء الحجرية اللي عمرها ما يقارب 2000 سنة و 1500 سنة، ولا بعض الأماكن في جرش أو غيرها بدهم يتسوقوا ويشتروا بعض المنتجات الشبيهة، لربما هي ريبليكا نسخة من المنتج الأصيل اللي نفذ قبل ألاف السنين. نعم. في المنطقة. فإحنا بنحكي هو منتج لغايات استخدام محلي، وصار فيه وعي حتى بالمناسبات، يعني الشركات صاروا يقدموا تحف وهدايا في هذا الموضوع. مؤسسات الدولة عندنا في الأردن أصبح وعي أنه كل مؤسسات الدولة الهدية الرسمية هي المنتج الحرف التقليدي الأردني، وأصبح هذه المؤسسات تتعاقد معكم على تزويدهم بهذه الجمعية اللي بيلبوا بيقدموا الدروع والهدايا في المناسبات للوفود الأجنبية والوفود المحلية، لأنه يعني من المعيب ان نقدم هديه مش من منتجنا. نعم. ولا من انتاج بلدنا. يعني فاحنا عندنا الخامات وعندنا الايدي وعندنا التراث
وقادرين نقدم إشي مميز وباحتراف. السياحة بحمد الله في عودة طيبة للسياحة في الأردن. نعم. وبنحكي قاعدين عن يعني فترة كان ظروف قاسية بسبب نعم. الكورونا، ولكن هاي العودة لازم يكون في جاهزية عالية من كل أنواع المنتجات الحرفية، لأنه نسبة 15% من الدخل السياحي هو من المشتريات من الحرف والصناعات التقليدية والمنتجات اليدوية اللي بيصنعوها أهل المنطقة في كل منطقة، بجرش، في مهدب، وادي رم، وادي موسى، أو في عمان للأهالي المحليين وغيرها. جميل، واضح أنه يعني منتجاتكم تعتمد على يعني استلهام الأشكال والرموز التاريخية للتراث الأردني. يعني هل اقتصرت فقط على التراث الأردني أم تراث العراق ومصر والشام كان له نصيب في منتجاتكم؟ طبعا هذا شيء جميل أنه نحكي فيه، أنه أولا الخامات الصلصال هي مطواعة أن نشكلها بأفكار وغايات متنوعة وبمخرج فني بأشكال تتناسب مع أذواق الناس، نعم، ومع عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وهويتهم. فإحنا بننتج للسوق المحلي، للسوق السياحي حسب الطلب، بننتج للمناسبات الخاصة. هلأ في رمضان قادم، نعم، نعمل تصاميم خاصة لهيك مناسبات، أو حتى عندنا بتراثنا العربي في مناسبات ميلاد الأطفال أو الخطبة، نعم، أو الزواج أو التخرج، بيقدموا هدايا الناس. فإحنا وظفنا كل إمكانيات الحرفيين بمنتجاتهم وخاماتهم إنهم بيصنعوا هدايا المناسبات الخاصة للعائلات والأهالي. جانب منه طبعا عندنا في الأردن بحمد الله إخواننا العراقيين أعدادهم كبيرة، نعم، متواجدين وعندهم ذوق عالي في موضوع الخزف والفنون، فينتج بعض التصاميم أحيانا من التراث العراقي، وينتج بعض التصاميم من التراث العالمي كمودرن آرت يعني، نعم. ولكن بالنهاية إحنا بنحكي عن إنه كل هذه الخامات اللي ممكن توظيفها إلها سوقها، وهي بتعمل دخل وفائدة ومنفعة. فإحنا بنسعى لتشغيل أكبر عدد من الناس، وبنوظف هذا الشغل حتى لغايات تصدير يعني، نعم، لغايات تصدير. وإحنا بنعرف إنه أصبح مطاعمنا بقدموا شيء بالفخارة، الأكل بالفخارة، نعم، على المنيو. أصبحت العادات والتقاليد بالبيوت إنه رجعوا لقلة المية. جميل، أنا هذا يأخذني إلى سؤال حقيقة. أنا لاحظت هذا هناك ميول كبير، نعم، من قبل البيوت وبعض المطاعم على اقتناء الأواني الفخاري، أو أنتم تشتغلون في هذا هذا المجال وأنت ضمن هذا هذا الفضاء. يعني ما تفسير ذلك؟ لماذا هذا الميول الكبير الآن لدى البيوت والمطاعم في اقتناء الأواني الفخارية واستخدامها في الطبخ؟ يمكن الشغف والحنين للماضي والتاريخ، نعم، وتراثنا، تراثنا عريق، تراثنا بنعتز فيه، هويتنا بنفتخر فيها احنا، نعم. وبعدين احنا جزء لا يتجزأ من التراث العربي الإسلامي، احنا ما في شيء اسمه تراث عراقي بحت، نعم، وتراث أردني. احنا بنحكي عن تراث عربي إسلامي عريق، نعم، في كل العناصر ورموزه، أخذ النكهة العراقية أو أخذ النكهة الأردنية. فبنحكي قاعدين عن مجموعة من المجالات اللي ممكن نشغل عليها، نعم، بخصوصية عراقية وبخصوصية أردنية وغيرها. الآن يعني في أبحاث ودراسات بيحكوا عن العودة لأواني الطبخ، نعم، لأنه إحنا بنعرف كل الأواني اللي بنستخدمها هي أواني صناعية، وهي مصنوعة من معادن متنوعة، من الستانلس ستيل، نيكل، كروم، من التفال، من غيرها، وهذه كلها إلها سايد إفكتس وإلها مضار وتآكلات ويعني تفاعلات مع الأملاح والأحماض وغيرها. هذا جانب علمي أكيد في ناس مختصين يحكوا فيه، ولكن حسب درايتنا وعلمنا البسيط بنحكي عن في عودة للفخاريات للشرب منها، وفي عودة لأواني الطبخ لاستخدامها لأنها يعني بتعطي جانب صحي، وبالذات في الفترات هاي بنسمع عن أمراض كتيرة وبنسمع عن أوبئة كتيرة، فالناس صاروا يتجنبوا، نعم، أي شيء ممكن يضر بصحتهم ويروحوا باتجاه الجانب الصحي من الأكل والشرب وأواني اللي بناكل فيها، نعم، مش بس نوعية الأكل ونوعية الشرب، حتى الأواني اللي بناكل فيها لازم يكون فيها جانب صحي، نعم، لأنه هي خالية من الرصاص، خالية من الكادميوم وأي مواد سمية أخرى يعني. وجانب آخر يعني حسب ما سمعت انه بعض الدراسات بتقول انه المياه
المضغوطة تفقد حيويتها أو تفقد يعني تموت أو نعم. هذا شيء ممكن العلم يحكي فيه، وبيحكوا أنه عودة الحياة للمياه عندما توضع بإناء فخاري. وهذا يعني ممكن الحديث أنه يتأكدوا منه من دراسات وأبحاث. الجانب الروحاني أنه قلة المية هي مريحة للرؤية وللشرب ونكتها، وأعتقد أنه يعني الآية القرآنية أنه خلق الإنسان من صلصال ما أبعدناش كتير، أنه إحنا عبارة عن إناء فخاري ونسبة المياه فينا 70% وأكثر. إذا هناك تجانس بين يعني جسم الإنسان وهذه شيء مش غريب علينا يعني المعروف طبعا حسب ما يعني نطلع أن الطين هو المادة الأساسية في صناعة الأواني الفخارية والخزف. يعني هل أي تربة ممكن أن تستخدم في هذا المجال؟ أم هناك تربة خاصة؟ في يعني هي أطيان رسوبية متواجدة في مناطق مشهورة، منطقتنا إحنا بالعالم العربي يعني في العراق في مناطق يتواجد فيها أطيان الصلصال بشكل ممتاز، وفي عدد كبير من الفنانين الخزفين العراقيين يعملوا لوحاتهم وأعمالهم جدارياتهم وأعمالهم الفنية. عندنا في الأردن يتواجد أطيان الصلصال بكثرة، والسيليكا اللي هي ما يعني الرمل الزجاجي اللي يصنع منها الزجاج الطلاء تبع الفخار، لأنه القطعة الفخارية إذا أجى عليها طلاء زجاجي أصبح اسمها خزف أو باللغة الأجنبية سيراميك. المقصود التزجيج ولا التزجيج؟ نعم. الطلاء الزجاجي هو طبقة الزجاج، لأنه يعني إذا القطعة فقط طين الصلصال وتم حرقها على درجات حرارة عالية يصبح اسمها فخار أو بوتري. في حال أنه وضع عليها تزجيج طبقة الجليز أو الزجاج يصبح اسمها خزف أو باللغة الأجنبية سيراميك، اللي هي اللغة اليونانية كيراميك. يعني إذا بدون تزجيج تسمى فخار. فخار نعم نعم. إذا دخل عليها تزجيج جليز. طبعا العرب كان لهم دور بتقنيات الجليز وتقنيات فنيات، واحدة منها اسمها الطلاء المعدني. نعم. البريق المعدني. البريق المعدني هو تقنية فنية عربية اختصوا فيها الخزفين العرب عشان يطلع بريق زي المعدن على طبقة الزجاج الموجود، وماء الذهب. ماء الذهب استخدم كمان يعني على الخزف. تدخل المعادن في هذا العمل أمانا. طبعا في أكاسيد معادن. نعم. كل الألوان هي أصولها أكاسيد معادن. يعني أكسيد معدن الكوبالت، أكسيد معدن الكروم. نعم. الكروم بيعطيك نتيجة اللون الأخضر أو الأحمر. الكوبالت بيعطيك اللون الكحلي الدارك بلو أو إيه. وكل الألوان الآيرون أكسايد الأكسيد الحديد الأحمر أو الأسود كله موظف بتقنيات الإنجليز. نعم. فبتقنية البريق المعدني العربية بيطلع بريق للألوان للقطعة الخزفية فيها. نعم. جانب فني عالي، هذه اختصت فيها المنطقة العربية وتميزنا فيها. نعم طبعا. النار تدخل يعني في بشكل أساسي ضمن عملكم. يعني هل هناك درجات حرارة معينة يعني توجه إلى كل نوع، مثلا الفخار إلى درجة حرارة معينة، الخزف إلى درجة حرارة معينة؟ نعم. أم كل تشترك في درجة واحدة؟ التقنيات كثيرة وفنيات كثيرة وعالم واسع. نعم. لا حدود له، ولكن هي أطيان الصلصال اللي بنجيبها ممكن تشكيلها على الدولاب أو تشكيلها بالبناء اليدوي. نعم. عشان نعمل منها الأواني اللي كانوا يطبخوا فيها، كانوا جرار احنا بنسميهم، او الحرزيات الكبار. نعم. كانوا يحطوا فيها زيت الزيتون، كان هي كانت الزير يسمى قديم. الزير. نعم. كل الاواني هاي. نعم. في كل منطقة كان لها مسمى، ولكن هي نفس النتيجة، كانت الغايات منها حفظ المواد الغذائية والمياه والزيوت وغيرها. فممكن هاي تحرق على درجة حرارة تصل من 900 درجة ل 1100 درجة. معذرة سنكون بعد الفاصل. معذرة ان شاء الله. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم ومن جديد. ضيفي لهذه الحلقة الخبير الأردني في قطاع الحرف والصناعات التقليدية رائد البدري. أعود إليك سيد رائد، كنا نتحدث عن درجات الحرارة التي نعم توجه نعم لإنتاج هذه. وكما وصفت أنه الخزف عالم واسع. نعم. يعني يوميا بنطور
ويعني نكتشف أفكار وتصميم وتقنيات وفنيات متعددة بدخل فيها فيزياء الخزف وكيمياء الخزف. نعم. كل أكاسيد المعادن تصبح ألوان ويعني بتقنيات وفنيات عالية متطورة، ممكن أن تصبح عمل فني يعرض في جاليري أو تصبح آنية تعرض في منزل كتحف وهدايا أو سوفينيرز يقتنيها السائح وغيرها. الدرجات الحرق يعني إحنا بنحرق على أفران كهربائية، في أحيانا في الحرق على أفران يعني حرق بالأخشاب أو الغاز، ففي ظروف حرق بتكون فيها نسبة الأكسجين موجودة وفي ظروف حرق ثاني أكسيد الكربون بيكون موجود. نعم. وهذا بينعكس على تقنيات الفنية للألوان وتقنيات اللون الموجودة على القطعة الخزفية. بنحرق من درجة حرارة قريب 900 درجة في يصل لتقنية اسمها ستونوير. نعم. اللي هو الصخري أو الحجري، الحرق الحجري يصل درجة حرارته ل 1250 درجة ينتج من هذا. ما بعد هيك بندخل على تقنيات اسمها البرسلان. نعم. البرسلان الطبي، الأسنان وغيرها، والبرسلان الصناعي كأدوات صحية، البلاط البرسلان أو نعم. أطقم الحمامات البرسلان وغيرها، فكلها نفس العائلة بدءا من الفخاريات، يعني شكلها الأولي الطين الصلصال اللي يتحول لقطع محروقة يصبح اسمها فخار أو تزجج تصبح اسمها سيراميك أو خزف، والمرحلة الأرقى اللي هي البرسلان. نعم. اللي ممكن يتوظف في صناعات وفي مجالات. أنا كان عندي فكرة أنه أوجه لحضرتك أيضا سؤال في هذا هذا المجال، أنه عن البرسلان. نعم. أو البورسلين كما يسمى. أيه. هي أنا وعن المسميات الخزف والسيراميك أنت الآن وضحت هذا الأمر أن هناك. نعم. مراحل، المرحلة الأولى التي بدون تسجيل الشكل البدائي اللي تطور ليصبح شكل أرقى. نعم. خزف. نعم. الفخار كم درجة حرارة يعرض؟ يمكن يعني من 900 لألف. نعم. درجة، من 900 لألف درجة. وبعدها خزف إذا حرقة ثانية لازم. نعم. نعمل حرقة ثانية. نعم. نحط عليها طبقة الزجاج ممكن من 1000 لألف 1250 درجة. هذا بالنسبة للخزف. طيب لماذا يسمى خزف كيراميكا؟ كلمة كيراميكا أصلها يوناني. نعم. ولربما أعتقد أنه معنى الكلمة كيراميكا الطفل الصغير. نعم. أتوقع. والبورسلان البرسلان ما بعرف شو مصدر الكلمة، ولكن هو واحدة من نفس الخامات تم استخدامها بدرجات حرق عالية، طبعا بفنيات أكيد صناعية متطورة لينتج منها الأسنان. نعم. أسنان البرسلان. نعم. أو بعض المنتجات البرسلان اللي يعني هي تعتبر واحدة من أقوى وأقصى المواد بعد الألماس. نعم. البرسلان طبعاً أصبح البرسلان أطقم الطعام والشراب. أيضاً المادة الأساسية فيه هو الصلصال؟ هو طين الكاولين والصلصال. نعم. نعم. ما هذا طين الكاولين؟ طين الكاولين هو الطين الأصل. نعم. خليط ما بين التربة الطبيعية وبعض المواد الكيماوية اللي موجودة بالتربة، يعني موجود الأردن مشتهر في الكاولين. يعني هذا موجود بالصلصال. جاهز أم يتعرض إلى أكيد يعني في تركيبات أو أكيد في تركيبات أو عمليات معينة، لأنه لما ينتجوا البلاط غير ما ينتجوا الأطقم الصحي. نعم. أو ينتجوا مثلا أطباق الطعام والشراب. يعني الخزف اعتبر حرفة من الحرف وفن من الفنون وصناعة من الصناعة. الآن أطباق الطعام تسمى. نعم. بورسلين. بورسلان. نعم. نعم. نعم بورسلان. في منها خزف. نعم. اللي حرارته أوطى. في منها فخاريات مش مزجج. نعم. وفي منها البورسلان المزجج اللي هو الأفضل والأرقى طبعا. نعم. أقوى استخداماته يعني هيفي ديوتي على اعتبار أنه يصبح. نعم. حضرتك حاصل على شهادة خبير وباحث في قطاع الحرف والصناعة التقليدية، ودي أن نطلع على المعايير، ما هي المعايير التي تعتمد ليقال عن الشخص العامل في هذا المجال بأنه خبير؟ نعم. هو مجموعة من الشهادات والخبرات. نعم. العملية ومجموعة من الدورات والورشات والمشاركات. نعم. بأوراق عمل في مؤتمرات وغيرها. نعم. وبعض الدراسات والأبحاث البسيطة اللي تقدمت في أكثر من مكان لخدمة هذا القطاع. نعم. للأسف ما عندنا مراكز أبحاث بتبحث، أو قليلة مراكز الأبحاث اللي بتبحث بالتراث وفي مجال الحرف والصناعات التقليدية وأصولها ويعني توثيقها. نعم. للأسف قليلين من نشروا في هذا الموضوع. يعني خبراتي في مجال الحرف والصناعات التقليدية
يعني أنا خريج تخطيط سياحي، ولكن نعم. رحت باتجاه أنه هذا المجال التراثي يعني جذبني. نعم. فبحثت في موضوع أصول هاي الحرف وأصول هاي التقنيات وأصول هاي الفنون. نعم. ومتى وفي كل منطقة اشتهرت في مجال ما، يعني الآن مثلا ماذا بقى مدينة الفسيفساء العالمية. نعم. واخدت هذا اللقب من خلال جائزة عالمية في مجلس الحرف العالمي في 2016. بعض المدن كما بالعراق يوجد مدن مختصة في اللبساط العربي. نعم. أو مختصة بالنحاسيات أو مختصة بالفخاريات كما هو بشمال المغرب العربي. كل مدينة أخذت هوية وسمة. فأنا بأبحاث ودراسات عملت عليها. نعم. وعملت في مجموعة من اللجان يعني مع التدريب المهني مع مؤسسات وطنية ومؤسسات أجنبية، استطعت أني يعني أكون حاضر في مناسبات عدة لأخدم هذا القطاع والعاملين فيه، وأمامنا يعني مسافة طويلة لتطوير هذا القطاع. نعم. لأنه ما هو بين أيدينا كنز كبير، نحن في الأردن أو في العراق أو في كل العالم العربي، ولسه ما استثمرنا الجزء القليل منه، جزء القليل جدا، لأنه هو قطاع تشغيلي. نعم. وقطاع ثقافي وقطاع إنساني وقطاع اجتماعي وقطاع اقتصادي، وإحنا بنحكي عن شيء هو كنز بين إيدينا بكل معنى الكلمة، ولكن لم يتم استثماره واستغلاله بي 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 بالمستوى المطلوب يعني حقيقة. أي المقتنيات التي ترى هناك تركيز أو تثير شغف السائح الأجنبي؟ يعني السائح أولا مثلا الفسيفساء الحجري. نعم. يعني تعرف حجر طبيعي بألوانه الطبيعية من كل منطقة جاء لون فجمعوه ليصبح لوحة، هاي اللوحة تحاكي هذا الموقع، كان في صيد، كان في عصر العنب، كان في يعني ما مارسوا الناس بأعمالهم. نعم. وحياتهم. فإنك من أحجار طبيعية تحولها للوحة. نعم. هذا شيء عظيم، وهي اللوحة ممكن تكون أرضية لفنادق لمطاعم لمشاريع سياحية لمنازل. أو تكون لوحات جداريات معلقة أو وجه للطاولة. يعني هذه اللوحة تعمل جاهزة وتنصب أم يأتي المختص يشكلها قطع صغيرة؟ لا، ممكن قطع جاهزة. نعم. ينعملها برواز من الحجر الطبيعي القطع اليدوي بالألوان الطبيعية، تحولها لعمل فني وعمل فني متميز. الأردن. نعم. تشتهر بهذا الحكي، وأعتقد الأردن هي رقم 2 على مستوى العالم بعد إيطاليا في موضوع الفسيفساء الحجري. بالخزف يعني تنوع الخزف، تنوع بأنواع وتقنيات فنيات كثيرة. نعم. الزائر بحب يجي يشتري، أحيانا يأخذ المياه المقدسة من نهر الأردن. نعم. بعبوات فخارية أو زيت الزيتون لأنه في احترام لهذه الشجرة المقدسة وغيرها. أحيانا التمور بيحتاجوا يعني يوضعوها بأواني ممكن تكون من ورق الموز. نعم. أو من ورق الحلفة. هذا النسيج للسلال والأواني اللي. أنتم تعملون هذا السلال؟ في عدد كبير من زملائنا بيشتغلوا في كل المجالات. نعم. الحرفية يعني بما فيها الفضة، الأحجار الكريمة يعني من الحلفاء معروف يعني كيف تصنع السلال. طبعاً لكن طبعاً. كيف من ورق الموز؟ من ورق الموز الأردن. نعم. الآن يعني بتميز استطعنا إن ورق الموز اللي كنا مش عارفين وين نوديه. نعم. نحرقه ولا طعميه للأعلاف. نعم. ولا أصبح ينتج منه أجمل السلال والأواني المشكلة من ورق الموز وبأجمل صورة بحمد الله. حتى سعف النخيل يعني الخوص معروف طبعا قديما سعف النخيل، إحنا الأردن ما كان عندنا. نعم. بس الآن بحكم أنه أصبح عندنا أعداد هائلة من شجر التمور والمجول وغيره والبرحي. نعم. أصبح هذه الشجرة موجودة ممكن نستفيد منها كمان، مش من ثمارها كمان من عيدانها وسيقانها ومن أوراقها وسعفها، أن نصنع الأواني المنسوجة القشيات من سعف النخيل. نعم. من الخوص وسعف النخيل. نعم. 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 جديد أصبح رائج الآن إنه يشتغلوا عليه. فإحنا كل خامة. نعم. كل خامة متوفرة موجودة ممكن نستفيد منها، الأحجار الطبيعية الصدف في منطقة العقبة. نعم. صار ينشغل منه بعض الحلي والأزياء والتحف والهدايا اللي ممكن تروج للسائح. جميل. يعني علمت أنه لديكم مشاركات
وتعاونا مع معارض الفن التشكيلي، يعني ما هو دور مشاغل الحرفي معارض الفن التشكيلي؟ لا احنا يعني مشاغل الخزف يتوفر فيها التجهيزات والمعدات والاواني والادوات اللازمه بما فيها المواد، وكل فنان بيحتاج هذه المعدات اذا ما كان متوفر عنده الاتيليه. تحديدا الطلبه بالجامعات، احنا في جامعة الأردنية درسوا مساق الخزف، جامعة اليرموك عندهم اختصاص الخزف، والهاشمية وغيرها من الجامعات، فعدد كبير من الطلبة والفنانين يعني يدرس عملية الشغل على الخزف في هذه الجامعات؟ يدرس طبعا الخزف يدرس بمستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. نعم دكتوراه خزف، زملاء لنا معانا بالجمعية خرجين دكتوراه خزف. نعم فبيجوا يحرقوا عنا، بيجوا ياخذوا مواد. فإحنا تواصلنا مع القطاع الفني تواصل كبير، وأحيانا جزء من هدول الحرفيين اللي يبدأوا كحرفيين بتطوير مهاراتهم بعض الفنيات والتقنيات ويكونوا ملهمين في موضوع الفنون، يصبحوا فنانين أعمالهم تعرض في الجاليريات وغيرها. في عدد كبير من زملائنا أصبحوا يعني عارضين أعمال فنية من المنحوتات الخزفية والجداريات والمجسمات الخزفية. نعم. فأكيد ارتباط روحاني الحرفي المنفذ هو له ارتباط بالفنان الملهم اللي المبدع يعني. إذن ممكن أن نصف الأعمال الخزفية بأنها جزء من الفن التشكيلي؟ أكيد طبعا. نعم. يعني كثير من فنانين العالم بيكاسو كان ينتج أعمال الأواني الخزفية ويرسم عليها، وأسماء كبيرة من الفنانين العالميين عملوا بخامة الصلصال لينتجوا أعمال خزفية عدا على اللوحات الفنية اللي رسموها وقدموها للعالم. شاركتم في معارض دولية؟ شاركنا في عدد كبير، يعني كجمعية شاركنا في ما يقارب 26 دولة. شاركنا في أذربيجان وكازاخستان، في تركيا، في إيران، في السعودية، في العراق شاركنا، كان حضور جيد للجمعية بأكثر من مناسبة، والجزائر بالصالون العربي للحرف الصناعات التقليدية، في تركيا واليونان، يعني عدد كبير من الدول، 26 دولة أذكر. نعم. كان حضور للمنتج الأردني بصورته الفنية وبصورته الحرفية. جميل. والحمد لله كان منصفين إنه إحنا متقدمين وإحنا ننافس يعني. جميل. حضرتك ما شاء الله موسوعة، اشتغلت في السياحة، اشتغلت الآن في الله يسلمك الحرف والصناعات اليدوية، ولك مشارك في معارض. هناك جانب آخر أيضا حضرتك اشتغلت عليه وهو الجانب الإعلامي، وأنت اشتغلت كمنسق لأعمال التلفزيون الياباني، وقضيت أيضا فترة في العراق. بدي أن نسلط الضوء على هذه المسيرة. يعني موضوع الإعلام أولا، يعني يمكن أنتسب لعائلة فيها عدد من الإعلاميين بمجالاتهم الإعلامية المتعددة ومتنوعة، وعملت في منسق أعمال للتلفزيون الياباني فترة أزمة الخليج، وكنت حاضر في بغداد لفترة طويلة مع الإعلاميين من كافة أنحاء العالم، يابانيين وأوروبيين وأمريكان وغيرها. تقصد في عام 91؟ نعم نعم نعم. واستمريت ما يقارب 7 إلى 8 سنوات. نعم. بالتنسيق معهم، والآن أخوي هو منسقهم العام في منطقة الشرق الأوسط يعني. فحقيقة تجربة الإعلام تجربة مهمة جدا. نعم. ولربما على اليابانيين تحديدا، لأنه يعني هم ناس ملتزمين وناس مبدعين في ومخلصين في شغلهم، وأنا إن شاء الله أكون يعني أخذت منهم العادات والقيم الطيبة. وكنت حاضر، يعني تجربتي في بغداد كانت شيء جميل، التقيت مع عدد كبير من الفنانين العراقيين، التقيت عدد كبير إعلاميين يعني مهمين. العراق بلد طيب، كل الاحترام والتقدير، يعني عزيز على القلب يعني زي ما بحكي دائما. ولما درست في بلغراد كان عندي زملاء عراقيين، كنت أقول لهم نغار منكم لأنكم أنتم فنانين، نغار منكم لأنكم فنانين ومخلصين لفنكم. نعم. فحقيقة يعني شيء بكل السعادة بستذكر هاي الفترة. كم بقيت في بغداد؟ أكثر من زيارة. نعم. بأكثر من زيارة يعني. زيارات طبعا أحيانا قصيرة أحيانا كانت الطول، كنا في فندق الرشيد مع الإعلاميين. نعم. فالتجربة كان طبعا ظروف صعب على العراق بالسهل. نعم. ولكن لقائي مع عدد هائل من العراقيين وتذوق الأكل العراقي هذا شيء عظيم يعني، فكانت مع أنها يمكن ما كانت الفترة المناسبة لزيارة العراق، أنا أتمنى
إن شاء الله إلي زيارة على العراق إن شاء الله، ألتقي مع عدد من الأحباب اللي بعزهم يعني إن شاء الله، الفنانين وغيرهم إن شاء الله. شكرا لك، حوار ممتع. العفو، الله يسلمك. الخبير الأردني في قطاع الخزف والحرف والصناعات التقليدية أستاذ رائد البدري، شكرا لك على هذا الحوار. شكرا لك، تسلم أستاذ محمد، الله يبارك فيك. شكرا لك، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.